تحت عنوان التراث الحرفي التقليدي، التدريب والتصميم والتسويق، أقامت جامعة البعث اليوم المفتوح لمشروع هانز المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتخلل الفعالية افتتاح مشغل الحرف التقليدية ومعرض الحرفيين والطلاب الذي يضم منتجات لجنة الحرف التقليدية وأعمال طلاب الجامعة. هام جدا من أجل تنمية التراث القديم، صناعات التقليدية القديمة، خصوصا في كلية الهندسة المعمارية، ومثل ما شفنا كثير من الصناعات التقليدية اللي كان يزخر فيها بلدنا، وكانت سوريا من أوائل الدول الهامة في هذا المجال، يسعى إلى تطوير الموارد البشرية، تطوير أبنائنا الطلاب إلى المعارف للصناعات التقليدية الحرفية التي كنا نغزو بها العالم. كيف ستصل إلى الطلبة؟ من خلال المقررات التي تدرس في هذه الكليات المختلفة، وما هي مهمة المشروع؟ هي تطوير عمل أبديت للمقررات التي تقرر في هذا المجال، إضافة إلى إيجاد مقررات جديدة، مساقات جديدة تحدث وتطور هذه الحرف. دراسة الأكاديمية هي إدخال مفهوم الحرف التقليدية في المقررات الدراسية الأكاديمية للاستفادة من أفكار الطلاب والعمل في مجال الإبداع والابتكار وتطوير هذه الحرف وحفظها من خلال المقررات الدرسية. يشارك في هذا المشروع 14 مشارك من الجامعات الأوروبية والجامعات السورية والجامعات الأردنية. المشروع يهدف إلى تطوير وحماية الحرف اليدوية التقليدية عبر ربطها بالتعليم الأكاديمي لبناء القدرات والمهارات بما يواكب التطور، مع الحفاظ على الأصالة وإيصال المنتج إلى الأسواق بطرق حديثة. الأخبار السورية، أسامة ديوب، حمص.